نرحب مره تانية بست اللواء احمد هشام خبير المروري. وقبل الفصل حضرتك قلت لي نتعلم ايه من حادثه اللي حصلت على الدائري ونستفيد منها ازاي؟ نستفيد منها اولا الصلاحيه الفنيه للسياره. سبب الحادث المروري اصلا ان السواق اللي اسمه هلال اللي هو كان سايق العربيه اللي النقل بمقطوره نقل سوهاج كان قادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مطلع اعلى الرمايه، فوجئ بتباطؤ وتوقف حركه سير السيارات نتيجه الكثافات المروريه الموجوده في ذلك الوقت. والحادثه دي كانت الساعه 3:35 ظهرا يوم الثلاثاء الماضي. يعني مش مشكله سواء مشكله فنيه في العربيه، لا العربيه هو لا بالاضافه لسرعته انه كان متجاوز السرعه المحدده فداس جاي يدوس فرامل ما لقاش فرامل، فكانت النتيجه ان اختلت منه عجله القياده فاقتحم السيارات اللي كانت في تباطؤ وشبه وقوف، ادى الى تهشم 8 سيارات وسقوط سياره جنبه كانت محمله بالمواشي اللي هي الاغنام والخرفان اللي سقطت في اسفل الطريق الصحراوي، ونتج عنها اصابه قائد السياره والتباع باصابات كسور شديده، تم نقلهم على المستشفى، بالاضافه الى اقتحام سياره ملاكي وسياره ميكروباص سور مطلع ميدان الرمايه وسقوطهم في المطلع اللي متجه من مسطح ارضي اتجاه مطلع الطريق الدائري. العقوبه في هذه الحاله تبقى على السائق ولا صاحب السياره؟ تبقى على السائق، لان السائق المفروض قبل ما يمشي بالعربيه لازم يتاكد من الصلاحيه الفنيه للسياره ان السياره سليمه، والكلام دوت احنا بالقانون يعني احنا بنقوله ايه لكل قائد السيارات، المفروض ان انت قبل ما تركب عربيتك كانت سياره ملاكي او نقل او نقل عام او سياره حكوميه المفروض انت تتاكد من الصلاحيه الفنيه للسياره قبل التحرك بالسياره. ايه هي الصلاحيه الفنيه؟ اول حاجه اتاكد ان الكاوتش في حاله جيده وان ضغط الهواء فيه مناسبا اما لسخونه الاسفلت او ليونه الاسفلت، يمكن احنا دلوقتي بنتكلم في فصل الشتاء وكان في سقوط امطار النهارده وامس، نتاكد من ليونه الاسفلت عشان كده لازم يكون الاطارات ضغط الهواء فيها مناسبا ليونه الاسفلت. ايضا لازم نتاكد بالنسبه للفرامل اليد والفرامل الهوائيه ان هي تعمل بحاله جيده، الانوار الاماميه للسياره سواء المنخفضه او انوار الشبوره ان هي تعمل بحاله جيده، ايضا الانوار الجانبيه اللي هي خاصه بالاشارات الضوئيه الجانبيه سواء يمينا او يسارا ايضا تعمل بحاله جيده. مفهوم. طب عايز اروح لحضرتك برضو لاتفاقيه العلامات والاشارات اللي تم التوقيع عليها من السيد الرئيس يوم الخميس الماضي، لو تشرحها لنا سريعا برضو. سياده الرئيس وقع يوم الخميس الموافق 18 يناير على اتفاقيه فيينا والخاصه بالعلامات والاشارات الداله على الطرق طبقا لاتفاقيه الامم المتحده. سياده الرئيس لما مضى على هذه الاتفاقيه نتيجه شبكه الطرق المميزه والحديثه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه والتي تتوفر فيها كل شروط الامن والسلامه. هذه الاتفاقيه هتنقل مصر نقلة حضارية عالية جدا، بمعنى اولا هتدق القناء ما بين الاصطاد والتصدير من خلال حركة النقل البري والبحري اللي هتكون في جمهورية مصر العربية. هذا بالاضافة ان هي هتساعد على انشاء محور لوجستي ومناطق استثمارية في جمهورية مصر العربية، هتساعد بشكل كبير على زيادة الدخل القومي المصري. احنا كلنا عارفين وسيادة الرئيس قال الكلام ده لسه اول امبارح ان المشكلة عندنا مشكلة العملة الصعبة، وبالتالي فدي هتزيد من العملة الصعبة. ايضا هتربط مصر تجاريا بالدول العربية ودول قارة افريقيا واسيا واوروبا، وبالتالي هيزيد الدخل القومي لجمهورية مصر العربية سواء من ناحية العملة الصعبة او كمان هيزيد من اعمال التجارة بين مصر وكافة دول العالم وعلى رأسها الدول العربية. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا سيادة اللواء احمد هشام خبيرنا طبعا المرموق وصاحب زي ما قلنا الايد البيضاء، وكتير من التعديلات في قوانين المرور كانت برعايه ورؤيه حضرتك. بسعد بيك دايما يا فندم، نورتنا. شكرا جزيلا. وهيكون ان شاء الله لينا مزيد من اللقاءات في الفتره القادمه.